انضم الينا الان من لندن السيد نافذ ذوق وهو خبير اقتصادي باوكسفورد ايكونومكس. نافذ صباح الخير، اهلا وسهلا بك معنا. منذ المؤتمر الصحفي الشهير لرئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اللي اعلن عنه انه لبنان لن يدفع السندات، لم نسمع اي جديد بالنسبه لبدء المفاوضات مع الدائنين. هل لديك اي ابديت على الموضوع؟ كانوا الدائنين عم بشكلوا لجنه، هل نذهب نحو ديفولت غير منظم، ديس اوردرلي ديفولت؟ صباح الخير نادين. هلا بعد بكير تنقول اذا صار حيكون disorderly default او hard default ولا لا. هو المبدا disorderly default بيكون عندما الدائنين بيرفضوا خطه اعاده الهيكل اللي بتقترحها الدوله. نحن مش واصلين لهالدرجه لهلا، بعدنا بالمرحله اللي عم يتفاوضوا فيها، او بيكون المرحله انه الحكومه من خلال المستشارين الماليين والقانونيين بيكونوا عم يتفاوضوا بطريقه غير رسميه مع الدائنين تيشوفوا شو هي رده فعلهم من الاعلان اللي صار السبت الماضي بتعليق الدفع. فهذا بتصور هذا يعني عمليه طبيعيه بتصير، وبعد بكير تنول اذا في هارد ديفولت. هلا الشيء الايجابي اللي طلع من خطاب الرئيس لدياب الاسبوع الماضي هو انه لاول مره يمكن بتاريخ لبنان في اعتراف رسمي من قبل مسؤول لبناني على شو هي حجم الازمه، واعتراف انه احتياطات مصرف لبنان هن اقل من ال 30 مليار اللي معلن عنهم، يعني هن 22 مليار، وهذه نقطه مهمه كثير للستارتنج بوينت للنيغوشيشنز مع الدائنين. نافذ، ما زال ذكرت موضوع الاحتياطي، قد ايه برايك الاحتياطي اللي كنا عم نستخدم كلمه يوزبل ريزيرفز اللي ممكن استخدامه؟ هلا اذا عن جد معنا بس 22 مليار كجروس ريزيرفز، يعني بدنا نسحب منهم شيء 18 مليار، هول بيكونوا احتياطات مجبره على البنوك ايداعهم مع مصرف، بس هول ودائع الناس في اخر المطاف. بقى اذا شلناهم هول بيبقى يوزبل ريزيرفز بهالناحيه 4 او 5 مليار دولار. مش هيك يعني قرار تعليق الدفع هو قرار سليم من منظور اقتصادي، و ستارتنج بوينت يعني منيح نكون اعترفنا فيه وبدنا تنبدأ النيغوشيشنز مع الكريديتورز. نافذ، دائما كنا ننظر الى الدائنين الاجانب، ولكن تبين انه حتى الدائنين المحليين عينوا مستشارهم الخاص هوليان لوكي، بينما الحكومه اللبنانيه عينت لازارد. كيف تفهم هذه الخطوه من البنوك اللبنانيه، والى اي مدى برايك يتهيئون لمعركه منفصله عن الدائنين الاجانب؟ هلا هولين لوكي هي احدى اهم شركات او مكاتب المحاماه بالعالم المختصين باعاده هيكله الدين السيادي. بقى بالتالي بالنسبه لي تعيينهم من قبل البنوك هو يعني دليل جديتهم للمفاوضات مع الدوله اللبنانيه، يعني منقيين شركه لها خبره كثير. هلا الشيء اللي بيلفت النظر اللي لفت لي نظري بالاحرى الالي هو دور هذا المكتب المحاماه باعاده هيكل الدين اليونان اللي صار من كام سنه، وهون كان مستلم ملف بيع اصول الدوله اللي هو كان مفروض على الدوله اليونانيه كمصدر تمويل. يعني هن استلموا ملف بيع اصول الدوله، ويمكن ربما يكون في علاقه من هذا الموضوع لخيار البنوك هذا المكتب، ما بعرف. بس يعني هل ممكن اليوم أن البنوك اللبنانية لأنه تعثرت الدولة وبالتالي الدولة يجب أن تدفع لها أموال ولن تدفع لها هذه الأموال، هل ممكن أن تضع يدها على سبيل المثال على أصول الحكومة اللبنانية داخليا؟ ممكن، وكمان هذا موضوع كتير مهم نشير له ويعني نحذر منه بطريقة خطرة نسبيا، لأنه بدنا نذكر انه نحن بلبنان يعني في مجال انه البنوك يعني ياخذوا هالمسار ويجربوا يحطوا ايده على اصول الدوله. لازم نذكر انه بلبنان نحن ما عندنا يعني الشفافيه اللازمه ولا عندنا حسن الحوكمه اللازمه تنتاكد انه هذا النقل بين نقل الاصول من القطاع العام الى القطاع الخاص هو بيكون بطريقه سليمه وعادله. ليش عم بقول عادله؟ لانه باخر المطاف واصول الدوله هن ملك الشعب، و بدنا نجرب نتفادى يعني انه يكون في نقل من جيبه لجيبه. مثل ما بنعرف في كثير قصص، في كثير بلدان صار في خصخصه غير سليمه وودت الى يعني درجات فساد مرتفعه اكثر من هلا. مش ضد الخصخصه كايديولوجيه، بس يعني لازم يكون في شفافيه بالموضوع. ولازم نذكر كمان انه البيان الوزاري اللي صدر كان له بند مهم اللي هو بيذكر شراكه القطاع العام والخاص كحل لهذه الازمه. بقى انا يعني بتخوف شوي ما يكون في طريقه لوضع اليد على اصول الدوله
لأنه صار في تعثر بالدفع اليوروبونز خاصة مش تحت المنظومة نفسها اللي أصلا سببت المشكلة. نافذ اليوم عندما نتحدث عن إعادة هيكلة الدين كل اللي نحكى حتى الآن الدين الأجنبي، ماذا عن الدين المحلي؟ هل تعتقد أنه سنرى بشكل سريع بدء إعادة هيكلة الدين المحلي كذلك؟ 100% أنا بالنسبة لي من منظور اقتصادي لازم أكيد يكون في إعادة هيكلة الدين الداخلي كمان، لأنه ما حيأدي بس إعادة هيكلة الدين الخارجي أو اليوروبونز ما حيأدي لحاله. نحن بنعرف أنه الهدف من إعادة هيكلة الدين هو أنه يصبح الدين العام على طريق مستدام. نحن عندنا دين ب 160-170 بالناتج المحلي، وتخفيضه لازم نوصله يعني لل 60-80%، هذا هو المعدل للبلدان الناشئه. هلا خلينا نقول انه البن حيستطيع يوصل هالدين من 160 لل 100% من الناتج المحلي. هذا حيتطلب ما بس انه نعمل اعاده هيكله الدين الخارجي بس الداخلي كمان. ليش؟ لانه عندنا نحن ثلاث اشياء بفوتوا بتخفيض الدين. اول شيء لازم يكون في نمو اقتصادي بالحاله بالحاله يعني اللي نحن فيها هلا، حيكون في ركود اقتصادي السنه الجايه او هالسنه بقى، هذا ما حيخفض الدين. الشغلتين الباقيين هن تخفيض الفائده الحقيقيه، وكمان يكون في فائض الاساس يعني برايمري سيربلس لتخفيض الدين. نعم. هلا هول الشغلتين هون حيصير في التفاوض بين الدائنين والدوله، لانه تخفيض الفوائد هن الريستراكشرينج، ولازم يكون في من جهه الدوله انه في فائض اساس. هلا اذا تكلنا بس على الدوله، الفائض الاساس لازم يكون 7-6% من الناتج المحلي كل سنه لمده سنين طويله. هذا الشيء يعني عبء كثير كبير على الدوله، يعني بده تقشف لمده سنين صعب كثير. عشان هيك لازم يصير في تفاهم بين الخارجيين والدائنين الداخليين، لانه لحاله هذا. انا عملت حسابات بسيطه، يعني اذا خفضنا مثلا 50% من الدين الأصل الدين على اليورو بونز، هذا ما بيودي إلا ل 13-15% من خفض الدين العام من 160، يعني ما بيأدي. ليش؟ لأنه لازم كمان حط تكلفة إعادة هيكلة المصارف، إعادة هيكلة مصرف لبنان، اللي هو بيصير بيخفض من البنفيتس اللي بنحصل عليها من 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 أسعار اليورو بونز. لذلك لازم ندخل الدين الداخلي اللبناني كمان. نافذ، إذا بدنا نعتبر يعني اليوم عندما بيصير في إعادة هيكلة بدك ما بتشطب كامل الدين اللي حملته البنوك لأنه في ريكوفري فاليو، فإذا بدنا نعتبر أنه بدك تعمل كالكوليشن لتأثير إعادة هيكلة الدين المحلي والخارجي على القطاع المصرفي اللبناني، برأيك كم هو التأثير؟ وكلمة على موضوع الفندنج، الدولارات الجديدة من أين ستأتي؟ يعني حتى الآن الحكومة لم تتحدث عن تغطية الفجوة الدولارية، من أين ستأتي؟ بشكل سريع نافذ. إيه هلا بدنا نتذكر انه الانكشاف تبع القطاع المصرفي لدى الحكومه والمصرف لبنان هو تقريبا بيشمل 70% من الاصول، يعني هذا رقم كبير جدا بالنسبه للبنان وبالنسبه للبلدان الناشئه. اذا اعتبرنا بس 50% اسعار لليورو بونز وللشهادات الايداعيه اللي حاملين البنوك اللي هي 20 مليار، هول 16 مليار طاروا من رسملة البنوك. وإذا كمان اعتبرنا أنه حيصير في علو بالقروض المتعثرة عند المصارف، يعني راح الكابيتال بيس يعني هو 22 مليار، المصرف القطاعي بيكون مفلس. مش هيك لازم يكون في الخطة الكاملة اللي لازم توضع على الحكومة، لازم يكون في خطة لإعادة هيكلة الدين، لأنه بآخر المطاف نحن بدنا يكون في مصرف أو قطاع مصرفي قادر يوقف على رجليه بعد ما يصير في عملية إعادة هيكلة الدين. نعم. بس مش بطريقة أنه يساعد اقتصاد إنتاجي مش اقتصاد. نعم. ريعي. على بالنسبه للموضوع، السؤال الثاني هو سؤال مهم جدا، وهذا كان الموضوع السلبي بخطاب الرئيس حسان دياب، هو انه من اين ياتي مصدر تمويل. نعم. هذه الخطه، وانا بالنسبه لي لازم يكون التمويل خارجي، لانه ما في حل ثاني. الفجوه. نعم. شكرا. الدولار كثير عالي بشي 50 مليار. اعذرني نافذ، انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لك نافذ ذوق، خبير اقتصادي باكسفورد ايكونومكس، اهلا بك.